حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحجه وعمره، ومنا من اهل بالحج، واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمره لم يحلوا حتى كان يوم النحر